السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة للعالمين. وكان صلى الله عليه وسلم طوال حياته حريصا أشد الحرص على هداية الجميع للإسلام. ولم يدخر جهدا في ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يتودد إليهم ويتلطف بهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله عز وجل. ولكن المعاندين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ورغم ما عندهم من علم الكتاب وما فيه من آيات ودلائل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمردوا وعاندوا وتكبروا على الحق فأراد الله عز وجل أن يقطع طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان مثل هؤلاء وييأسوا منهم ونزل قول الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين ولئن جئت ايها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطوا التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى بكل آية وحجة ودليل وبرهان لأن الحق هو ما جئتهم به من التحول في قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة ما صدقوا به وما تبعوا قبلتك عنادا واستكبارا وما فعلوا ذلك عن جهل بل عن علم فهم يعلمون من كتبهم أن نبي آخر الزمان سيصلي إلى قبلتين مختلفتين وما أنت ولا أمتك بتابع قبلتهم مرة أخرى لأنك على الهدى وهم في ضلال وما بعضهم بتابع قبلة بعض فنحن نعلم أن اليهود والنصارى لا يتفقون على قبلة واحدة فاليهود في صلاتهم يستقبلون بيت المقدس والنصارى في صلاتهم يستقبلون مطلع الشمس ولئن اتبعت أهواءهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه لأنه معصوم ولكن التحذير لامته ولكن جاء في شخص محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لان كل من جاءه العلم والهدى والحق وتركه واتبع هوى النفس فانه من الظالمين